ليلى صباح الخير عليكم. الله فقنا باش غنبداو معكم الرحله ديال اليوم. سي يزن هل انت واجد؟ جاهز. جاهز. انيسه ديال مولا الدار. بونوس دياس. بونوس دياس. هل بيان ايتو؟ مورنين. كومستاس؟ بيان. سو بيان. العائله كلها جالسه معنا هنايا. تشاد العائله الكوبيه شحال ظريفين كما كتشوفوا. الفطور ديالنا ديال اليوم هو هذا. دابا غادي نفطروا باش تبدا المغامره ديالنا ديال الاكتشاف ديال طبق الكوبانو. لنبدا رحلتنا ان شاء الله اليوم. توكلنا على الله. ليتس جو. هذا الاخ تور جايد ديالنا ديال اليوم غادي يدينا باش ناخذوا الحصان. هو جاب الحصان ديالو ولكن الحصان ديالنا راه كاين الخيل. ها هو هنايا. قبل ما نكملوا نخليكم مع السبونسور ديال هذا الفيديو اللي هو وان اكس بيت. وان اكس بيت الدراري هي واحد البلاتفورم اللي كتمكن لك انك تلعب على الفرق المفضله ديالك غير بالتليفون. يعني الا كنتي ديجا كتكوطي فراه هاد البلاتفورم فيها احسن لي بونص. غير هو قبل ما تلعب كنبغي ناكد على ثلاثه الحوايج. اول حاجه ان اللينك كيخدم غير في المغرب. ثاني حاجه ضروري وكناكد عليها انك تكون فوق 18 عام. وثالث حاجه ما تنساوش تخدموا البرومو كود ديالي اللي هو زيزو 01 اللي يمكن لك بدورك انك تربح 130 دولار. تلقاو هادشي في الديسكريبشن واول كومونتير. ذاكر كني اميغو الخيل والليل والبيداء تعرف. يا زهر الله يجعل سخاط. يا زهر مثل العرافي يا شو سخاط. شو نركب به؟ شو الحياة شحال زوينة الدراري هنايا. دابا كما كتشوفوا غندخلوا للارياف ديال كوبا باش غنتعرفوا على المزارع ديال الطباخو كوبانو. اميغو هذا راه ما كيجريش غير كيمش قلبية هنايا. الماكلة كاملة غنردو. اميغو اجي اضرب اصاح برا برا با سي سي انا هما كيديروا الغن. زيد ايوا سير 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 الى الامام. سير الى الامام. سير اديروا النية ديروا النية ديروا النية. اضربه اضربه. سير
صافي. صافي ولا صافي؟ صافي ما هو مينو. ما هو مينو. ما هو مينو. قال لها شوية. ميلا أنت. لا مانيانا. تو لا مانيانا. إيه. شو الدراري شحال ضرب شو؟ هادشي كامل ضرب غير هاد الصباح هادي ما كاملش دابا الساعة. والناورة؟ نو. أه. دوسورة ميديا. دوسورة سي ميديا. هادشي كامل اللي كتشوفوا هنايا ضربوه هادي في جوج سوايع وشوية. دابا غادي ندخلوا باش نبداو البروسيس ديال كيفاش كيتصايب السيجار الكوبي. مرحبا بيكم. كيف ستاس طوبيان؟ بيان بيان طولو تالي. هذا هو اللي غادي يشرح لنا كيفاش كيدار البروسيس ديال السيجار الكوبي. كومو هاكي هاد السيكادير وكون سيكامو هاد التواكو باكي وين لا كاسا اون دي سي سيك. كومو تيامس؟ جاسماني. فامس. Esas son las hojas ahí, así como se seca. Aquí son tibis de lo que yo. Son del año pasado. Esas no las vamos a utilizar. Son como una representación. Que nosotros, este año estuvimos dañados por el huracán. Entonces perdimos las casas. Estas casas son nuevas, son reconstruidas todas. Se cayeron todas las casas, todas las plantaciones, las perdimos. Estamos comenzando ahora otra vez a plantar para... Este año no ha sido mejor. Aquí nosotros plantamos tabaco, yuca, malanga, boniato, café, maíz, todo. El mejor tabaco sale de acá, de esta región, de Pinas del Río. Tabaco negro, ese es el mejor. Todo el tabaco famoso que tú encuentras en otro lugar sale de aquí, de este río. Nosotros aquí le tenemos que vender obligatoriamente el 90% al gobierno y nos quedamos solo con un 10% nosotros. Esto es con el tabaco, con las otras producciones no, pero el tabaco sí. Esta es la semilla del tabaco. Sí, ya el tabaco. Esto lo extraemos de la flor de la planta. Me cacho para 10 reales el tabaco. Son chirriquiticas. Nosotros lo plantamos siempre en la temporada seca, cuando no llueve mucho. Por eso es que siempre se hace en la temporada seca. Muy diferente el proceso que hacemos acá al que se hace el gobierno. Nosotros nos quedamos siempre con el tope de la planta, que es la mejor calidad. Y lo que tengo para vender acá, todo lo que produzco, yo vendo lo que produzco acá, vivo del campo. Miel, café. Vamos hasta la casa para mostrarte lo que tengo. Son los puros. Está el puro. ¿Cuánto se vale uno? Aquí nosotros, como no le ponemos marca, no lo vendemos tan caro. Aquí sale a 4 por cada uno. ¿Es ese el rija que trafé? Mira, para hacer uno, se usan tres partes: la tripa, el capote y dame la hojita de eso. Mira. Y esta es la capa. Préstame acá esta. Esta es la capa. Se hace todo a la mano aquí. Fabrica, se pone dentro un papel 5 días para absorberle la humedad y prensarlo. Lo seca el papel, después de 5 días que se puede fumar. Si quieren venir acá, a este lugar, al centro, el corazón del Valle de Viñales, son bienvenidos aquí en la casa. Cuba es bonita y les va a encantar la experiencia acá en el Valle. ¿Vas a decir cocina, tío, a lo mejor? Se está colando. La leña. La miel colando. Escucha, ah, también. Qué bueno. Qué bueno. Y lo vas a hacerlo aquí. Sí. ¿Y cuánto se vale una? ¿Cuánto vale una? 12. ¿$12? Sí. No son natural, dólares. ¿Natural? ¿Natural? ¿100%? Sí. Ah, muchas gracias. Bismillah. Está buena. Muy buena. Este es el azar del árabe, ¿eh? Que el mojito acá se hace con miel, no con azúcar. ¿Sí? ¿Quieres uno? Quiero uno, sí. En el nana que sabe ver el mojito. En mi país se llama nana. ¿Aquí cómo se llama? Hierbabuena. Mojito sin alcohol. Ah, monadón nana. Diferente. Gracias.
واعر. فينكا تاباكو، مزرعة ديال السيجار سميتها البورو. هذا اوريجينال ناتورال ناتورال نو نيكوتينو نو سترون ايسو اورغانيكو نو نيكوتين اس فيري غود. قال لك ما فيهش النيكوتين، قال لك هذا اوريجين، داك الشيء ناضي يا سالا. لك دخل الداخل يورينا. واو شوف شوف تاباكو ريكوليكسيون دي تاباكو بروسيسو دي فيرمنتاسيون is de el hombre de la finca en casa de fermentación posible más o menos 3 4 meses. Sí, 3 meses. 3 meses acá en la casa. Puedes tomar fotos, wow. Vídeo. Ya. جبنا لواحد المكان سميتو المورال دي لا بري هيستوريا، جدار عصور ما قبل التاريخ، وتم الصباغة ديالو في 1959. سكان المنطقة بقاو محافظين على هاد العادات، كل مرة كيجددوا الصباغة ديالو. يا سلام على دخلة، كيفاش دايرة فيه؟ انت واحد الدخلة ملكية. شوف المورال دي لا بري هيستوريا، سبحان الله. هاد الدريري هذا جباتو الكاميرا وقال لي بغيت نصور، تو كرافاس سي